مدرب شمس مرية محمود الكعكة بده يعمل مدرب بخطيب خطاي خلينا نروح نعمل شغلة حلوة. أنا ما كنت اتصل بفارس خيرة محمود الكعكة عم برجع عيد الكلام بده يعمل الدرب بخطيبته فخلي تليفونك بيدك واحضره خطاي يعني إن شاء الله تزبط كتير خطرة لأنه بتحضرنا بس I will try my best يلا هيا طوبي بنخلكم بونجور حضرتك مدام ملاك صح نحن عم نعمل احصاءات ومنشوف شو وضع البلد واقتصاديا يعني كيف العالم قادره تكفي خصوصا اذا كان جاردوري يعني شيء بخص الاطفال فحابب اخذ حديث منك على الكاميرا دقيقتين نحن اليوم جينا على جاردوري فيرست كلاس ومثل ما بتعرفوا نحن هون الوضع شوي عم بيتراجع فعم بتشوفوا هذا الرقم اللي عم بيمرق على اسفل الشاشه شو فيكم تبعتوا دعم لهالجاردوري يعني ما بقى في يعني مو بعرف شو فينا في يعني مو بعرف شو فينا نساعد احتفاظات حليب خطي والله خطي خطي هالولاد تعبوا اذا بتشوفوا يعني شيء بيوجع القلب تعبنا تعبنا شو فيكم تحاولوا نحن والله تعبنا طيب ما عم بفهم عليك انا ما بفهمت اي رقم شو بحاولوا بس بنوصل لا ابدا لا مين في حول على الرقم الموجود على اسفل الشاشه بنكون ممنونينكم نحن الحمد لله نحن ما بدنا مساعدة لا نحن بنقول هيك ما بنجيبها في رقم عم يمرق على أسفل الشاشة بعتولنا وحاولونا نحن تعبنا جاردوري فيرست كلاس عايز دعمكم ما بقى قادرين نضاين لا 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 حليب حفاضات شو فيكم تبعتوا يعني بيكون تمام لا 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 ويحية صاحبة الجاردوري موجودة معنا مدام لا تمام تطلب دعمكم تعبنا الرقم عم يمرق على أسفل الشاشة ومدام ملاك أسعارنا مدروسة وكل شيء نحن مع العالم وحد العالم حد العالم وقفوا حدا وقفوا حد ملاك بدنا مصاري بدنا حفاضات بدنا حليب حد كتر خير الله بس أنا مع العالم أنا مع من العالم إذا فيكم تبعتوا حوالي أنا الله بس يزقني أنا بعطي العالم كله بس الحمد لله ما بخلي حدا عايز حد وهذا الرقم عم يمرق أسفل الشاشة نحن منكون ممنونينكم حاولونا بس على الرقم لا 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 سر أنا إذا بقول لك بتفوت لعندي على الجاردوري أنا جاردوريتي مليانة من كل شيء نحن ما منقصر تجاه الأولاد خطي 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 هالخطي هالخطي هالجاردوري يعني شو فيكم تدعموا على الرقم اللي عم يمرق أسفل الشاشة ما بنقول لا اكزاكتلي الاهالي بيجيبوا الحفاضات ونحن متكفين عندنا حفاضات باسعار رخيصه كمان بنحب نبيع يعني شو فينا الحفاضات ما بدي نبيع مش الكهرباء بس بدي افهم شو جاي تعمل على سيره الكهرباء يعني يا جماعه وصلنا لدرجه عم نسرق من الرابع لا لا سعيد نعم كمان مينو منعيشك والله الله يخليك انت منا وفينا خطي خطي هالجردري تليفونك بايدك والله يخليك انت منا وفينا نحنا منكبر فيك هاي هي الحياة طلعات ونزلات هاي هي الحياة طلعات ونزلات ولك حاب ملاك سعرون من فيرست كلاس نيرسري بنستقبل الاولاد من عمر ال 40 يوم لل 4 سنين، عندنا كافة التدابير المطلوبة من وزارة الصحة، عندنا بروجرام غذائي للولد من ترويقة غدا ديسير، وأسعارنا مدروسة بالليرة اللبنانية مش بالدولار، وولادكم بأمان عنا.